حضرتك يا فندم مش هتتكلم على بطبيعه المفاوضات عن اللعيبه اللي ممكن تمشي من النادي الاسماعيلي، هل ممكن محمود متولي او احمد فتحي نشوفهم في الاسماعيلي الموسم اللي جاي، واحد فيهم او الاثنين؟ عشان دي برضو والله ده اخبار كله اخبار انا متداوله. بص عشان تبقى عارف بس احنا اتفضل يا باشمهندس. يوم مدينه النادي الاسماعيلي اه وكل النواحي الفنيه اللي تخص اللاعبين، واخد اه بالك انت؟ هايل. دي مسؤوليه كامله الجهاز الفني. للجنه او قطاع الكره برئاسه الكابتن علي ابو جريشه ومعاه الكابتن عماد سليمان والكابتن ايهاب جلال، واخد بالك؟ لان دي نواحي فنيه، انا ما اقدرش احدد. انت عارف انت لما بتيجي تبني فريق بيبقى يعني مسائل عامله زي تروس كده، لازم يعني ايه تعشق في بعض وتكمل بعض ومسائل زي كده، يحدد الكلام دوت الناس الفنيين اللي هم شغالين في المساله ديت. لكن انا مش يعني انا مش ميال لصفقات، واخد بالك انت، دعائيه او كلام من ده. احنا عايزين نبني الفرقه صح، هنحتاج لعيبه كبار في السن عشان تمثل خبرات للفريق، لان فريق تنخط في خبرات كتيره جدا من خلال الفتره اللي فاتت ديت. هنتعاقد مع لعيبه صغيرين او متوسطين، يعني بحيث ان احنا يبقى في توازن، واخد بالك، في تركيبه الفريق العمريه وفي الخبرات، يعني بالاضافه للمسائل الفنيه اللي احنا يعني انا فهمت، انا فهمت ما بين السطور انه مثلا قصه احمد فتحي ومحمود متولي اسماء كبيره ورائعه، بس بتقولي انها ممكن تبقى صفقات دعائيه، انت محتاج اكتر لعيبه ممكن يبقوا شباب في الملعب في لا الفتره. مش شباب، انا قلت لك حتى محتاجين خبرات، يعني خد بالك، يعني انا مش عايز يعني ايه، مش مجرد اسماء كبيره يعني. مش مجرد اسماء كبيره، هم طبعا ليهم كل التقدير والاحترام، وانا شخصيا يعني شايف ان هم ممكن يبقوا اضافه للفريق، بس الكلام ده اللي هيقرره طبعا الاجهزه الجهاز الفني وقطاع الكره، لان دي مسؤوليتهم يعني. صحيح. احنا ما بندخلش في شغلهم خالص ولا لنا اي علاقه بيه يعني. طيب بالامان طيب يعني طيب ده فيما يخص الامور الفنيه يا باشمهندس نصر، لكن الامور الاداريه، هل حضراتكم كمجلس اداره وكرئيس للنادي حاطين اسعار معينه للاعبين المهمين في الفريق؟ لو جت الاسعار دي هتوافقوا على البيع، لو ما جتش الاسعار دي احنا مش موافقين على البيع، هل حاطين بلان او خطه؟ لا احنا بص اقول لك على فضل. حاجه، احنا عندنا هو البلان بس عشان تبقى بشكل عام. اتفضل يا فندم. إذا لم يكن عملية البيع هتغطي هتحل لنا مشاكلنا وتخلينا نعيد بناء الفريق، يبقى مش هنبيع، عشان تبقى الأمور واضحة يعني. يعني إن لم يكن في استفادة مادية وفنية فمش هنبيع، يعني ما مسألة واضحة. لكن